كابتن ايمن، يعني هروح لحضرتك في حته الاستقرار اللي كانت موجوده عند فريق المقاولون العرب من ناحيه المدير الفني. يعني رغم ان في فرق كثيره كانت بتبدل عمليه المدير الفني، المقاولون شهد طفره مع الكابتن عماد النحاس، ولكن اخر سنه حصل تخبط، انتدبوا بعديه الكابتن عوده، بعد كده الكابتن شوقي غريب، ولكن الكابتن شوقي غريب في اخر يعني مبارياته حقق 4 انتصارات متتاليه، فبالتالي تم الاعتماد عليه هذا الموسم. شايف الفيجن بقى اللي هتكون عند الكابتن شوقي غريب بالنجاحات اللي عنده مع المنتخب الاولمبي او منتخبنا الوطني المصري مع كابتن الحقبه طبعا مع الكابتن حسن شحاته؟ هو اول نجاحاته انه غير 14 لعيب، ودي في عرف يعني كلمه تقيله قوي في كره القدم، ان انت تشيل 14 لعيب من فرقه وتجيب بدلهم 14 لعيب. يعني دي مذبحه كرويه على طول بنقول عليها كده، ان اي شخصيه فرقه، كل فرقه ليها شخصيتها، وذئاب الجبل دي او يعني المقاولون دول طول عمرهم بصراحه متميزين جدا، وحتى على المستوى الاداري متميزين. يعني الاداره بصراحه بتاعت المقاولين اداره عاقله جدا بتساند، بس هي عايزه تنجح. فلما يجي واحد بقى بقيمه وخبرات كابتن شوقي غريب ويقول لا انا عايز امشي 14 لعيب واجيب 14 لعيب تاني، وجمال كان بيتكلم اللعيبه دول منين وانديتهم ايه والكلام ده كله ايه وشرحها، فهل دول يدوا اضافه ايجابيه ولا لا؟ كابتن شوقي غريب بخبراته بيقول لك هيدوني اضافه ايجابيه. احنا مش هنستبق الاحداث برضه يا غالي، احنا في الاخر هنستنى النجاح. يعني ازاي هيعمل الكيمستري ما بينهم، التناغم والتفاهم ما بين اللعيبه. اصل كره القدم مش لعبه فرديه عشان تاخد لعيب تنقله من نادي لنادي، كره القدم لعبه جماعيه، يعني ترس بتدخله وسط تروس عشان يديلك مردود فرقه، وده مفهوم مختلف تماما برضه عند ناس كتير قوي هنا. لعيب كره القدم قيمته في المجموعه وبعد كده تاثيره الفردي، يعني مش تاثيره الفردي وبعدين قيمته في المجموعه. انت بتلعب فرقه كوره، يعني اي بي سي، يعني ايه فرقه؟ يعني 11 بيشتغلوا بنفس الفكر، بنفس الاحساس، بنفس الوعي، عارف قدراتك، عارف احساسك، زي ما بتتفرج على ماتش ليفربول وحاجه، الكيبر ماسك كوره بوك بوش رجله لصلاح سريع، عارف قدرات صلاح، بيلعب ناس حافظه بعض. في الكيمستري ده او التفاهم ده هو اللي بيدي لك المردود النتيجه. لكن انت ما بتجيبش اللعيبه غير ان هي عشان تدي لك شكل عام وشكل قوي وشكل تقدر تكسب بيه. هل ده يتم تصنيعه في شهر 2 3 14 لعيب؟ كلمه تقيله عليا. كره القدم المصريه فيها العجائب، احنا فرعنا يعني غيرنا اي مفاهيم ونقدر نعمل اي حاجه في الدنيا، بس ثوابت كره القدم ما تقدرش تهرب منها. الاعداد الكبيره دي ضخمه على ان انت تصنع منها تشكيله جماعيه بشكل ايجابي. يا اما هتلاقي في لعيبه بقى بتلعب ما عندهاش احساس ببعض او فاهمين بعض قدرات. انا عارف مثلا فضل بيقدر يطلع الفرقه، جمال بيقدر ياخد الكره يروح بيها، فضل يقدر يلعب على بدماغه، جمال يقدر يشوط من بره. طب ما انا لو مش حاسس بده ودرسه في سنه واثنين وثلاثه، ودي بتاخد وقت للتكيف طبعا، هيبقى مردوده عامل ازاي؟ بس زي ما بقول لك ممكن تلاقي حاجات كوميديه، لكن الثوابت بيتقال ان كل ده مش احسن حاجه، وكل ده مش هيدي المردود الايجابي المطلوب.